افرحي افرحي اورشليم فرحا بالرب هللي اليوم زال القديم الهك اختار لك من له من شعبك ميراثه ملك السماء هيا اهتفي هذا المساء فرحا افرحي فرحا بربي افرحي فرحا بربي هللي اليوم زال القديم إنه من شعبك ميراثه ملك السماء هيا اهتفي هذا المساء فرحا افرحي 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 اورشليم فرحا بالرب هللي اليوم زال القديم الهك اختار لك ابنا له من شعبك ميراثه ملك السماء هيا اهتفي هذا المساء افرحي افرحي يا شريف
يمشيحا آلها وملكا دي المزويحة قشمياثة اللي دمركثت بهرة واللي دقرة اللي دجحشة آيتي والدقية من كل خيلواث شميانة كم زي حيلو اختلميذي ديوخ قديشة قو أورشلم قديشة ود دي ود إتي ولترونس تشوحوخ كم زي حيلوخ كل عمي ساوي وجوانق ويولي ويال زوري بجانة زيتي وبجل ديهن كم شبلبوخ الجيبوخ عيد دم دبيروخ كل آذي بنعم ديوخ الخلاص ديا مخشخ لن تدم زيحوخ آذي إيذا بصخوثة وروازة دهاوخ خاشخ دأو مقروخ عودوثة خم مكي خوثة ديوخ آيد واوم سبابا مخشخ لن تدنبقوخ القاموخ بثيثة ديوخ أمت كل بقي ديوخ دي ليهن الويش الشوحة وأميهم بدم زيحوخ وأمروخ وشعنا مبرخيلي ديل ديلي بثايب شمد مريا وشعنا بمرومي أزاقيت بوشاني سمعنا شياني أحضروني شوراني وشعنا بمرومي من هبولي تسكيري
نباركك اليوم يا أبانا السماوي ونمجدك مع أطفالنا وجميع الذين آمنوا بك. أنت الآب الصالح ومحب البشر، أنت أعطيتنا عربون الحياة الذي منحتنا إياه بموت ابنك الوحيد وقيامته. أنت أفضت علينا نور ابنك المضيء في قلوبنا حباً ورجاءً وإيماناً. المجد لك أيها الملك الآتي باسم الرب. نشكرك على تواضعك، لقد قبلت أن تدخل أورشليم على جحش ابن آتان، أنت ملك الكون. نشكرك على دخولك أورشليم لتخلصنا وتعطينا الحياة بوفرة. نعدك يا رب بأن ندخل معك في آلامك وموتك وقيامتك، وأن نبقى معك حيث تأخذنا، صارخين ومعلنين على الدوام: أشعنا مبارك الآتي باسم الرب، لك المجد مع أبيك المبارك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. يا يسوع ملك الشعوب والدهور، اقبل فعل عبادتنا والمديح الذي نقدمه لك مع الفتيان والشبان، مع الأطفال والأهل في يوم الشعانين. أنت الخبز النازل من السماء الذي يعطي حياة للعالم. أنت الكاهن الأعظم والذبيحة المقدمة على الصليب للآب فداء عن الجنس البشري، وما زلت تقدم يوميا على يد خدمة أسرارك لكي توطد في كل قلب ملكوت الحقيقة والحياة والقداسة والنعمة، العدالة والمحبة والسلام. أملك في قلوب الأطفال لكي يحفظوا براءة المعمودية. أملك في قلوب الشبيبة لكي ينمو سالمين وأطهاراً.
مطاوعين لصوت ممثليك في العائلة والمدرسة والكنيسة. أملك في عائلاتنا لكي يعيش الأهل والأبناء في الاتفاق وحفظ شريعتك المقدسة. أملك على الوطن لكي يعيش أبناؤه في نظام وتناغم، ومعا نرفع لك المجد ولأبيك المبارك ولروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. صوت بابتهاج وجه
أشعنا لك يا ابن داود، مبارك أنت يا رب، مبارك أنت الآتي باسم الرب. نريد أن نراك يا إلهنا، أن نباركك، نسبح اسمك على الدوام، حاملين سعف النخل وأغصان الزيتون، لأنك ربنا وإلهنا. قدوس إسرائيل ومرتجى المسكونة، خمرة الفرحين وتعزية كل حزين، رفيق كل وحيد وكنز كل فقير، يا حلم كل طموح ومشجع كل مهزوم، يا قوي كل يا مقوي كل منكسر، كيف لنا أن نشكرك والكلمات تقف يائسة عاجزة عن مدحك أيها الكلمة التي كانت عند الله وكانت هي الله وسكنت بيننا، فرأيناها وسمعناها ولمسناها وتذوقناها بفعل روحك القدوس. بأصوات الأطفال والرضع نشكرك ونحمدك، مع الأهل والحاضرين نمجدك ونعيد شكرك أيها الآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد، آمين. اليهود كلهم بقوا فلنطرح نفوسنا بتواضع أمام الرب، بدل أن نطرح الثياب أو الأغصان الهامدة والفروع الخضراء التي تمتع النظر للحظة فقط وبعدها تفقد خضرتها، فلنطرح أنفسنا أمامه مغمورين بالنعمة، أو حتى محاطين بكليته. دعونا ننحني عند قدميه كالأثواب الممدودة، لنكن أهلا لأن نقدم إلى غالب الموت ليس أغصانا من النخيل فحسب، بل غنائم النصر. فلنلوح مع الأطفال بأغصان جسدنا الروحية، ولنرفع التسبيح في كل يوم قائلين: مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ولنحيي يسوع الآتي من السماء
ولنطلب إليه أن يساعدنا لكي نعرف إرادة الله ونحققها. فلتدخل ملوكية الله في هذا العالم لكي يمتلي من تألق السلام. آمين. بريغ برطاوة
شلما عم خون الله عم خون قالي قديش ادماراني شوم شيحم كارز ثاد متاي شو حال شي حمار امين جاب ولما اقتربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي بجانب جبل الزيتون أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى هذه القرية التي أمامكما وللوقت تجدان يتانا مربوطتان وجحشا معها فحلاهما واتيان بهما فإن قال لكما أحد شيئا فقولا له الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما إلى هاهنا هذا كله كان ليتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك آياتك متواضعا راكبا على تان وجحش ابن اتان زلي تلميذه ودلي ديخت كما ميريشو بثيلي خمرت وجحشه ودري لي الجحشه جلديي وركول اللي شوم كبير من كنشم شاوي وجلي برخم خن قاطي وسوك من إيلانم حلقي وبرخم كنشد ويوا بزال قام بثايا بطرم معيطي وامري وشانا تبر داويت بريخي لأود بلبيثا يمشمد مريم وشانا بمرومي كدويري شعلور شليم جغجل كل مذيتا وامري وام مني لآدي وكن شمري وام آدي لإيش عنويض من نصرة دقليلة شو حام لا من وشعنا هاو بريخة الكلوخن بدمشاروخ من إديو زوياحة دادي شبثة دي لبرشتة بخاين أخني مشي حاي دبقاوح بدمشار مارن بياور الأورشلم وهذا بدمخ وطالا حب ديح بش كبيرة إلي إذا تبصخوثة بسبب هذا بتخازوخ كبيرة بثواثة إليه نبصيخة قي أي قد آثة مريا تامي لبصخوثة
أيكد هاو ماريا تعمل بصخوثة بسبب هذا بصخوثة ديا بدم شريا جو كل خايديا من يال الزورة من جوانق من خماثة من كل ناشي دي لهن جميع اديو بدم شاري أذ بصخوثة أمد بابا واثة أبسقوب بابا واثة كهنة بدم صالح كلا تدهاوي أن يماثة بريش بخايد كل بيثة من بيثة واثة ديا وهوية هاوي وشعن دمارا هاو بريخة تكلا مناسبة هي أن أشكر أطفالنا الأحبة اللي هيئوا إلنا هذه السعانين معلمي التعليم المسيحي الشبيبة اللي نظمت وكل اللي ساعد في أن تكون هذه الاحتفالية مع فريق التنشيط وإن شاء الله نكمل بهذا الفرح لأنه لازم نهتم أيضا أكيد كثير أكو ناس فلازم نهتم بأطفالنا إلهم هي هذه المناسبة فأتمنى من الجميع أن يتعاون ويا لجنة التنظيم من أجل أن يكون خروج الأطفال بسلام لأنه أيضا هناك أكو سوق خيري بعد الاحتفالية لكن المهم هو أن أطفالنا اللي حضروا لنا هذه الاحتفالية يدخلون بسلام وأيضا يخرجون بسلام سعانين مباركة على الجميع يا رب أعطنا أن نستقبلك في هذا اليوم المبارك بقلوب تائبة متجددة ملهى الرحمة والمحبة والسلام هاتفين أوشانا رب الجنود عيدة أوشانا صالخ بدال إيتا قدشتا ورعواثا قديشوثا بابا فرانسيس كمرا رابا بابا ترومي وبابا باتريكا مار لويس كلنا إيه طاوة ومار بشار مطرة بوليطة مار إيثن وكل أبسقوبي وكهنة ومشمشانة وأنديلة بريشة جيانة تتهاوي خايز ومارا كم ثبت أوشانا أبدينيتا ومع ليلة تجبحت وشوحة طالخ مصالخ مزموري أوشانا رب الجنود في مسيرتنا هذه أعطنا إلهنا أن نستقبل المسيح في حياتنا بالأوشانا لنسير معه مسيرة الآلام نابذين من حياتنا كل ما يبعدنا عنه لنحيا حياة جديدة وأحدا جديدا نقيا مليئا بالصفح والمحبة والتضحية والعطاء نهتف قائلين أوشانا رب الجنود متوخ قاموخ نشواسا خورواسا وكل آن دي جميع آخر شمعة الوشتة شفرتا هل خاي صفية وابدينا يوسى طوصة ومليل من كل يلبانة فرشي ماديل بشطاوة صالخ مزموري أوشانا رب الجنود نضع أمامك كل الحاضرين هنا وفي كل مكان
أعطهم أن يسألوا دوما عن المسيح في حياتهم، فلا يضل الطريق ولا تقوى عليهم الشرور، بل يعيشوا حياتهم بفرح ونقاء. نهتف مرتلين. أوشانا شاو نهرات بالحار، ويا من عيدك
هو ذا أتاك يا قدس والبار، هو ذا أتاك يا قدس والبار، وهذا ما فيه حوله البشار، وهذا ما فيه حوله البشار، شادت بمدحه الأحجار لولا، شادت بمدحه الأحجار لولا، فولي بمدحه القوم الخيار، يولي بمدحه القوم الخيار، فلاقته بإصعاف النخل شوقا، فلاقته بإصعاف النخل شوقا، لنصلي كلنا مع الطلاب. إن أفواهنا تنطق بالأوشعنا مبارك أنت يا الله، إن قلوبنا فرحة بلقائك مبارك أنت يا الله، وأرواحنا مختبطة بملكك أيها الآتي من لدن الآب، شكرا لك أيها المبارك الآتي باسم الرب، شكرا لك لأنك تجسدت وعشت معنا وبيننا، شكرا لك على وجودك الذي أعطى معنى لوجودنا، شكرا لك لأنك جمعتنا وفرحتنا بك ومعك، شكرا لك لأنك تألمت لأجلنا وصلبت وقمت لتحيينا وتخلصنا، شكرا لك لأنك لم تتركنا وحدنا بل تركت لنا ذاتك لحتى شفي الخبز حتى إذا تناولنا وحدوا بك ومع بعضنا البعض ونتحول بك ومعك إلى جسد واحد، جسد الكنيسة السري، لك الشكر والحمد أيها الآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين.
بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس تكون معكم جميعنا إلى الأبد. آمين. أوشعنا بريخة. شعب المسيح في هذا اليوم مسرور.